رئيس جهاز التنظيم بيقول لحضرتك ماذا كنت افعل. هذه الشركات واحده منها خاسره والباقيين تكاليف انتاجهم ارتفعت، واحنا حتى لما رفعنا ما رفعناش بالنسبه اللي هم طلبوه. خليني اقول لك، هو ممكن ينزل 2% اولا. 2% اللي هو بياخدها الجهاز ادي واحد، يعني لو نزل 2% اللي بياخدها الجهاز هيريحنا كتير، وهيخلي وهيبقى طرف رئيسي في هذه المعركه، بدل ما هو دلوقتي بيدافع عن حق الشركات هيدافع عن حق المستهلكين. وانا عايز اناشد بيني وبينك يعني يا استاذه رشا، كل المستهلكين في مصر خلال اللي سامعيننا دلوقتي انهم يبطلوا يتبرعوا لبنك الطعام ولا يتبرعوا للاورمان ولا لمعهد الاورام ولا 57 357، ويتبرعوا لشركات المحمول لانها فقيره مش لاقيه تاكل. كلهم خسرانين، كلهم بيموتوا من الجوع. لا استاذ محمود، استاذ محمود حضرتك عارف انا بحترم حضرتك قد ايه. انا عايزه، ما مش منطق يا ده، هو دلوقتي بيقول لي لا بس خلينا بس محمول. يا فندم يا محمود بيه بي. خلينا بس، اصل انا عايزه الكلام، يعني احنا في توقيت صعب جدا. حضرتك عارف ان الشركات دي لها استثمارات، وحضرتك عارف ان الشركات دي فيها عماله ومستوعبه عدد كبير جدا من الوظائف. خلونا بس نحكم المساله، لا احنا بنقول لا سمح الله الشركات دي تربح ارباح كبيره، ولا في نفس، ولا على فكره ولا الدوله هتسمح بده. يعني اذا كنت حضرتك متصور ان في دوله ممكن تسيب حد يتربح في توقيت احنا فيه ده، انا اعتقد ان هناك اراده سياسيه مختلفه في هذا الامر. لكن انا بكلم حضرتك دلوقتي، في شركه خسرانه، يعني في حد مش مصدق يقول لك في شركه اتصالات تبقى خسرانه. المسؤول في الجهاز بيقول اهو ان هي شركات خسرانه. احنا عايزين نوازن ما بين فكره ان الشركات دي تحقق ارباح معقوله، وما بين ان المواطن لا يتحمل عبء كبير. عايزين نعمل المعادله بشكل واضح. طب ما نعمل عمليه تفاوض، نقعد كلنا جهاز حمايه المستهلك وجمعيات حمايه المستهلك، واحنا عندنا استعداد نجيب النصاء النهارده اللي عاملين حملات المقاطعه، نعمل حاجه محترمه وايجابيه تحصل اول مره في مصر، ان يتعمل عمليه تفاوض ونعرف تكلفتهم قد ايه، التكلفه الحديه لهذا المنتج بالصيانه، رغم ان انا معلوماتي الدقيقه ان هذه الشركات جميعها عملت استثماراتها وعملت البنيه التحتيه بتاعتها، وهي موجوده الان بتدير بس مجرد اداره من خلال موظفين وشويه كهرباء وشويه. لا الدكتور سيد اكد لنا ان في جزء من هذه الزياده سيتوجه لتحسين الخدمه وتوفيرها في الاماكن. ما هي خدمه رديئه يا استاذه رشا، ما هي خدمه رديئه وسيئه. انا افهم ان هو يعلى بالخدمه بتاعته بعد كده يعلي اسعاره، انما خدمه رديئه. هو حضرتك انت بتكلمي مكالمه كامله في مره، فانت طول الوقت تكلمي اول دقيقه تلاقي الموضوع قطع في نص ويضيع عليكي. احنا بنتعامل النهارده طلعت حاجه لطيفه قوي. حد كتب تعليق ده، قال لك المره الجايه نيجي نتكلم بنشحن الكارت ب 10 جنيه، نيجي نتكلم يقول لك معلش حظ سعيد المره الاخرى، ان الرصيد كله هيتم سحبه. بس خلينا في المبادره اللي حضرتك بتقولها عشان هننقلها للدكتور سيد عزوز. هو قال لي ان احنا نقعد نتفاوض خلاص. احنا طيب خلينا يا فندم، خليني اقول لك حاجه يا رشا بس عشان يعني بقى برضه الدكتور معانا. انا مع انه يبقى في جبهه او جماعه ضغط كبيره تقعد مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات الثلاثه في تحت اداره في جهاز حمايه المستهلك اللي هي دي اساسا مهمته الاساسيه. جهاز حمايه المستهلك لو يفتح لنا يعقوب، لا نقعد كلنا في هذا الجهاز ونقعد نشوف ايه الحل. طيب خلينا